هلو هلو حبايب الحلوين من جريد 6. Are you ready to our lesson today؟ جاهزين لدرس النهاردة يا حلوين؟ النهاردة هنبدأ مع بعض lesson 2 بعنوان Brief History of the Cell. Brief History of the Cell يعني عايزين نعرف تاريخ السل. يا نهار أبيض يا ميس، هو أنا خدت السل المرة اللي فاتت والنهاردة هتدوني الهيستوري بتاعها؟ تعالى تعالى اقولك، تعالى اقولك ازاي قدروا يشوفوا السل. هتقولي يا ميس ما انا عارف، ما هم استخدموا الميكروسكوب. تعالى بس اقولك، استنى روح عليا شوي. روبرت هوك used his microscope to observe the tiny particles of some samples of plant pots that can't be seen by naked eye. يعني بيقول لك ان روبرت هوك ده بيستخدم الميكروسكوب علشان يشوف الحاجات الصغنطوطه خالص، التايني بارتكلز اوف سام سامبلز اوف بلانت بوتس. يعني بيقول لك انا جبت حته بلانت كده وعايز اشوف السيلز بتاعتها، عايز اشوف التايني بارتكلز اصغر حاجه فيها. هشوفها ازاي؟ قال لك هستخدم الميكروسكوب. طب ميس اصغر حاجه فيها كانت بي سين باي نيكد اي، حاجه صغيره قوي وما اقدرش اشوفها بعيني، مين دي يا ترى؟ سميناها ايه المرة اللي فاتت؟ He named each of these tiny particles by the cell، سماها بالسل. يبقى روبرت هوك استخدم الميكروسكوب علشان يقدر يشوف اصغر حاجة tiny particles اللي مكونة للسامبل of plant pots لعينة نبات. خلاص، وفعلا نجح في ده، لما بص بالميكروسكوب على السامبل بتاعته شاف السل، والسل دي هي tiny particles. طيب يا سيدي، هو الميكروسكوب اللي هم اخترعوه من زمان قوي ده هو اللي لسه شغالين بيه لحد دلوقتي؟ قال لك لا طبعا، ده حصل تطورات رهيبه وعملوا حاجه اسمها مودرن مايكروسكوب. قال لك هو ايه بقى، تطوير على الفاضي وخلاص؟ لا طبعا، كل تطوير بيكون ليه هدف. طب يا ترى المودرن مايكروسكوب هيلب ساينتستس، ساعد العلماء في ايه؟ قال لك ساعدهم في حاجتين. اول حاجه to discover more information about the cell، ان هم يستكشفوا يعرفوا معلومات اكتر عن السل. صح، لما اشوفها بدقة اكبر هقدر اعرف عنها معلومات اكتر، هقدر اشوفها in details اكتر. صح ولا لا؟ بالظبط، يبقى المودرن مايكروسكوب ساعد العلماء ان هم يشوفوا السل بشكل واضح اكتر، يعرفوا عنها تفاصيل ومعلومات اكتر. like to discover more information about the cell. خلاص، كمان قال لك نمبر 2 they exchange this information between each other. يعني بيقول ان العلماء وبينهم وبين بعض بدأوا يتبادلوا المعلومات بينهم وبين بعض، كل عالم ماسك سل وعمال يدرس فيها ويعرف عنها معلومات، يقعدوا العلماء مع بعض كده ويبدأوا يتبادلوا المعلومات، يبدأ يقول له شفت ده، انا شفت في السل النهارده حاجه اسمها نيكلس، ايه ده؟ يقول له ايه ده، بس انا في السل بتاعتي ما شفتش نيكلس. فيبدأوا يتعرفوا معلومات ويتبادلوا المعلومات. يبقى المودرن مايكروسكوب ده حاجه خطيره قوي، ساعدت العلماء كويس جدا. في ايه تاني ساعدتهم؟ في ايه؟
to discover more information about the cell. يعرفوا معلومات أكتر عن السل. Number two, they exchange. They exchange this information between each other. يعني يتبادلوا المعلومات بينهم وبين بعض. طب ميس ايه هي المعلومات اللي هيتبادلوها مع بعض دي؟ قالك يا سيدي say مثلا such as the nucleus that is found inside many cells. يعني مثلا عندك يا سيدي النيوكليس موجودة في اغلب السيلز، لكن في some of cells حبة سيلز صغيرين كده دول ما فيهمش النيوكليس. يبقى بيقول the nucleus that is found inside many cells. النيوكليس موجودة في أغلب السيلز، لكن في سيلز مش موجود فيها نيوكليس. عرفنا الكلام ده منين؟ لما استخدمنا المودرن مايكروسكوب وبدأ العلماء يتبادلوا المعلومات بينهم وبين بعض، فعرفوا ان في سيلز فيها نيوكليس وفي سيلز تانية ما فيهاش نيوكليس. خلاص. طيب ايه كمان؟ قالك the different parts of the cell and their functions. كمان عرفنا الفرق بين مكونات البارتس اللي مكونة للسل. كمان عرفنا الديفرنت بارتس الاجزاء المختلفة اللي مكونة للسل. عرفنا الكومبوننتس مكونات السل، وكمان عرفنا الفانكشن بتاعتها وظيفتها. انا لو كلمتك عن حاجة انت ما شفتهاش خالص هيبدأ خيالك يوسع بيك وتبدأ تتخيلها بدماغك بالطريقة اللي الشخص ده كلمك عنها، لكن انا لما اوريك الحاجة شخصيا انت هتشوفها فتعرف عنها معلومات حقيقية، فتبدأ تتناقش فيها، تبدأ تعرف عنها معلومات، تبدأ تعرف وظيفتها ايه، ايه الدور بتاعها وهكذا. يبقى المودرن مايكروسكوب ساعدني اقدر ان انا اشوف الديتيلز بتاعت السل، خلاني اعرف اشوف السل كويس، فقدرت اعرف ايه هي البارتس، ايه هي الاجزاء اللي مكونة للسل، وخصوصا كمان اعرف ايه هي الفانكشنز، وظيفة كل بارت، كل جزء في السل وظيفته ايه. والكلام ده لسه هنعرفه ان شاء الله في ليسون 3، بس ما تستعجلوش. يبقى تاني ان مودرن مايكروسكوبس هيلب ساينتستس تو ديسكفر مور انفورميشن اباوت ذا سيل، زي اكسشينج ذيس انفورميشن بتوين ايتش اذر. نمبر 3 بيقول ذا سيل از ذا building unit of living organism's body، وده اللي احنا قلناه الليسون اللي فات لما اتكلمنا عن السل وقلنا ان هي المين building unit of living organism's body. يعني هي الاساس، هي وحده البناء، هي البدايه، هي اصغر حاجه موجوده في جسم الكائن الحي. كل ده عرفناه وتاكدنا منه ازاي؟ لما قدرنا نشوف السل عن طريق الميكروسكوب، عن طريق المودرن مايكروسكوب. خلاص تمام. قالك خد بالك ده انا كمان لما درست السل under modern microscope عرفت ان living organisms الكائنات الحية ممكن اقسمها لتقسيمة مختلفة شوية. ايه هي؟ اقول لك ان living organisms divided into unicellular و مالتي سيلولر. يوني سيلولر معناها ان هي it consists of one cell only، يعني مكونة من سل واحدة بس. واكزامبل على اليوني سيلولر، اليوني سيلولر اورجانيزمز هي المايكرو اورجانيزمز، الكائنات الدقيقة. وانا كنت واخد اكزامبل على المايكرو اورجانيزمز وقلت ان هو البكتيريا، البكتيريا. خلاص اوكي. يبقى ليفينج اورجانيزمز متقسمه لحاجتين، يوني سيلولار اورجانيزمز، يوني سيلولار اورجانيزمز. قلت اكزامبل عليها هي المايكرو اورجانيزمز، الكائنات الدقيقه، والكائنات الدقيقه دي منها ايه؟ البكتيريا. اوكي. طيب بالنسبه للمالتي سيلولر اورجانيزمز، مالتي سيلولر اورجانيزمز يعني كائنات عديده الخلايا، عندها خلايا كتير قوي. تمام. طيب
زي مين مثلا؟ مثل المالتي سيلولار اورجانيزمز، زي الهيومنز، زي الانيمالز، زي البلانت. هي المالتي سيلولار اورجانيزمز ات كونسيست اوف ماني سيلز، ماني سيلز. خلاص عايزه بس اكد عليك بحاجه صغيره كمان، ان اليوني سيلولار اورجانيزمز، يوني سيلولار اورجانيزمز اقدر اقول عليها ايه؟ سامبل. سامبل يعني بسيطه، عندها وان سيل يا عيني غلبانه، يبقى سامبل بسيطه. طيب وبالنسبه للمالتي سيلولار، مالتي سيلولار، المالتي سيلولار دي بنقول عليها ات كونسيست اوف ماني سيلز، يعني مكونه من خلايا كتير. يعني يا سيدي هي كومبلكس، معقده، الموضوع معاها مش سالك كده. هي يبقى مالتي سيلولار اورجانيزمز ممكن اسميها اسم كومبلكس، معقده. اوكي طب تعالى بقى نرجع تاني، يقول لك body of some simple living organisms consists of one cell only. خد بالك وقال لك ايه؟ simple living organisms يعني الكائنات الدقيقة، consists of one cell only. يبقى simple living organisms consists of one cell only، زي ما قلنا unicellular organisms، unicellular organisms هي it consists of one cell، فبنسميها simple بسيطة. تمام يبقى the body of some simple living organisms consists of one cell only، يبقى simple يبقى one cell only. تمام لكن بقى ما يقول لك the body of living organisms that contains complex systems consists of many different cells، يعني بيقول لك ان الجسم الكائن الحي اللي بيكون مكون من complex systems، systems معقدة، systems كتير، فهيكون مكون من many cells، خلايا كتير. خلاص تمام، واللي بيكون عنده many cells ده او many different cells بنسميه بمالتي سيلولار اورجانيزمز، ودول اكزامبل عليهم المالتي سيلولار اورجانيزمز دول humans animals plants. اوكي طيب قال لك يا سيدي احنا عمالين نقول مايكروسكوب مايكروسكوب مايكروسكوب، طب ما يلا بينا نعرف الستراكشر اوف مايكروسكوب، نعرف المايكروسكوب مكون من ايه. قال لك اول حاجه هي الاي بيس، اللي هي الجزء اللي بنبدا نبص منه، انا هنا بحط عيني كده علشان ابدا اشوف السامبل بتاعتي، السامبل اللي هي العينه بتتحط هنا كده مكان ما انت ايه شايف كده ايه الشيت اللي لونه ابيض ده. خلاص يبقى عندي اي بيس، كورس فوكس، فاين فوكس، ودول كده اللي احنا بنظبط بيهم العينة تكون تظهر بشكل كلير واضحة، ايه تبدأ الصورة تبقى واضحة لي، ان الايمج اللي متكونة للسل تكون ظاهرة بشكل واضح، ما تبقاش منغمشة او مغيمة، تبدأ ان انت تظبط بالكورس فوكس والفاين فوكس علشان الصورة تبدأ تبقى ايه كلير واضحة بالنسبة لك. طيب وعندنا حاجة اسمها الارم، الارم اللي هو الدراع اللي هو موجود هنا ده كده عشان اقدر امسك المايكروسكوب، وعندي اللي هي الستيج اللي هو المكان اللي بنحط عليه السامبل وبنثبت عليه السامبل، وعندنا حاجة اسمها كمان الستيج كلاب اللي هي المسامير اللي بنثبت بيها العينة. احنا كل الحاجات دي بنعملها علشان نثبت العينة تكون واضحة وثابتة كويس جدا، وتبقى ما فيهاش اي احتمالية للحركة علشان الصورة السلة ما تتكون لي تبقى واضحة جدا وتكون ثابتة، ما تروحش وتيجي وتبوظ مني. خلاص تمام. طيب عندي كمان حاجة اسمها ميرور، الميرور دي بتكون موجودة في الميكروسكوب، وعندي البيز اللي هو القاعدة بتاعت الميكروسكوب اللي بتبقى ثابتة على البنش او المكان اللي انا حاطط عليه الميكروسكوب عشان يكون ثابت وما يتهزش او يتحرك معايا وانا بشتغل عليه او بتفرج على السل بتاعتي او انا بفحص السل بتاعتي.
عندي كمان حاجة اسمها تيوب اللي هي الجزء ده كده اسمه تيوب. وأهم حاجة والحاجة المهمة جدا عندنا اللي بنقول عليها هي objective lenses. objective lenses مين الobjective lenses؟ بص كده في الجزئية دي هنا عندك عدستين، هنا في two objective lenses. هل يا ترى موجودين ديكور زينة كده أي حاجة وخلاص؟ لا طبعا، ال two objective lenses دول موجودين علشان كل واحدة فيهم ليها دور. واحدة اسمها low power objective lenses، واحدة اسمها low power objective lenses، والتانية اسمها high power objective lenses. low power objective lenses و high power objective lenses. اللو باور اوبجكتيف لينسز بتساعد الساينتست اللي بيفحص السامبل دي ان يشوف السيلز بحجم صغير ويشوف كل التفاصيل، لكن الهاي باور اوبجكتيف لينسز بيساعد الساينتست ان يشوف التفاصيل اللي مكونه للسيل اكتر، يعني زي ما تقول بيكون مكبر الصوره بشكل اكبر، اقدر اشوف ديتيلز السيلز اكتر. خلاص هو ده اللي هو بيقوله فعلا. فبيقول لك نوتس وخد بالك من الحته دي، ذا اوبجكتيف لينسز، ذا اوبجكتيف لينسز اللي احنا لسه بنتكلم عليها اللي هي العدستين اللي موجودين دول اللي احنا بنشوف بيهم السامبل بتاعتنا، ذا اوبجكتيف لينسز هاف ديفرنت فوكسنج باور تو فورم ديفرنت ديجريز اوف ماجنيفايد ايمجز تو الاو اس see the components of the cells. يعني بيقول ان الobjective lenses اللي موجودة في الميكروسكوب ليها different focusing power، يعني ليها هي مختلفة في الفوكس، عندي منها low ومنها high. low بتوريني عدد cells كتير وبتوريها لي صغيرة، لكن الهاي باور اوبجكتيف لينسز بيوريني السيلز بيكون حجمها كبير فبقدر اشوف ديتيلز اكتر للسيلز. خلاص يبقى ماجنيفايد ايمجز تو الاو اس سي ذا كومبوننتس اوف ذا سيلز، عشان يخلي يكبر الصوره اكتر، يبقى الاختلاف في الاوبجكتيف لينسز بيساعدني ان انا اقدر اكبر، اقدر اشوف الصوره كبيره فاقدر اشوف الكومبوننتس بشكل اوضح، اقدر اشوفها بديتيلز اكتر، اقدر اعرف التفاصيل بتاعت السيل بشكل ايه اكبر واوضح. تمام طيب، فبيقول لك بص كده الصورتين اللي تحت دول دي صورتين لنفس السيل على فكره، بس السيل دي وهي باينه من خلال اللو باور اوبجكتيف لينسز. اللو باور اوبجكتيف لينسز، اللو باور اوبجكتيف لينسز موريكي السيلز وهي عددها صغير جنب بعضها كده والصوره باينه لي صغيره سمول سايز. تمام، وهو ده فعلا اللي هو بيقوله هنا، بيقول when you examine the slide use low power objective lenses you will see the cell in small size. فعلا انا هشوف السيل بحجم صغير وحبقى شايف تفاصيل اقل، لكن لو استخدمت بقى when you examine the slide under the high power objective lenses you will see the cells in bigger size، هقدر اشوف السيلز بحجم اكبر فهشوف ديتيلز اكتر وتفاصيل اكتر في السيلز، واقدر اشوف الكومبوننتس المكونات اللي مكونه للسيل بشكل واضح اكتر، ويبقى الصوره تبقى فيها ايه ديتيلز اكتر. تمام اوكي طيب، كده نكون خلصنا الليسون النهارده. الليسون سهل وبسيط جدا، بس عايز منك مذاكره كويس قوي علشان ده تمهيد كله للليسون 3. تمام، لو في اي حاجه وقفت معاك ابعت لي في الكومنتس او ابعت لي على الواتساب، وانا معاك في اي وقت. وباي باي.